رغم التحديات المالية التي تواجهها مختلف الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين، لم تدخر هيئة الكهرباء والماء جهدا في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، حيث كانت وما زالت أسعار تعرفة الكهرباء والماء ذات تكلفة رمزية، إلى جانب سعيها المستمر في تطوير وإقامة مشروعات هذا القطاع الهام. في ظل التحديات المالية التي تواجهها مختلف القطاعات الحكومية، إلا أن مشاريع برنامج عمل الحكومة تسير وفق الخطة الموضوعة، ولعل ما اتخذته الأجهزة من قرارات في سبيل إعادة توجيه الدعم وفي ضبط المصروفات تتماشى مع التحديات الراهنة ودون أي انخفاض في مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين. قطاع الكهرباء والماء اتخذ قرارا صعبا قبل نحو سنتين لتعديل أسعار الكهرباء والماء، إلا أنه لم يمس المواطن، حيث كان الهدف منه هو إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وحرصت الحكومة على الإبقاء على تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي، ولازالت هيئة الكهرباء والماء تقدم هاتين السلعتين ذات التكلفة العالية بأسعار شبه مجانية. وتبلغ كلفة إنتاج الكهرباء في المملكة حوالي 30 فلسا لكل كيلو وات في الساعة، بينما تباع بثلاثة فلوس فقط، وكلفة إنتاج الماء 750 فلسا لكل متر مكعب، وتباع ب70 فلسا فقط. كما راعت الحكومة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي للمواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين. وفي ظل هذه التحديات واصلت الحكومة جهودها في تطوير قطاعي الكهرباء والماء، وحرصت على توفير المخصصات المالية اللازمة لمشروعات تطوير وتنمية وصيانة المياه والكهرباء، وقد سعت لإقامة مشروعات ضخمة لتحلية المياه ومشروعات لإنتاج الكهرباء من الغاز بدلا من النفط، والتحديث المستمر لمرافق المياه والكهرباء والاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة. كما وضعت الحكومة برامج لتوسيع الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتقليل نسبة الانقطاعات عن طريق تطوير مشاريع تزيد القدرات المتاحة لإنتاج ونقل الكهرباء والماء، مثل مشروع محطة الدور، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة سترة وبناء وحدة معالجة المياه المحلاة. إن الاهتمام بتوفير الكهرباء والماء يمثل أولوية رئيسة للحكومة الموقرة، رغم ما يواجه ذلك من صعوبات، وهذا ما دفع الأجهزة المعنية إلى الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والتي من المقرر أن تسهم في توفير 10% من احتياجات الطاقة عام 2030.
وحول هذا الموضوع يسرني أن يكون معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء. سعادة الوزير، بداية أرحب بك، وهل لك أن توضح لنا حجم الدعم الذي يقدمه قطاع الكهرباء والماء سنويا للمواطنين في مجالي الكهرباء والماء؟ طبعا مساء الخير وأهلا بكم. أهلا وسهلا. الدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة للمواطنين الكرام في مجالي الكهرباء والماء يبلغ حوالي 188 مليون دينار سنويا، وهذا يشمل البحرينيين لحساب واحد، ويبلغ عدد حسابات المشتركين في هذه الحالة أكثر من 130 ألف حساب، أي أن الحكومة الموقرة تقدم الدعم ل 130 ألف حساب بمبلغ حوالي 188 مليون دينار سنويا. والدعم يتكون من الفرق بين الكلفة الحقيقية للكهرباء والماء والتعرفة التي تحسبها الحكومة على البحريني لحساب واحد. كلفة إنتاج الكهرباء للوحدة تبلغ 29 سلسا، بينما الحكومة تحسب للفئة المدعومة 3 فلس فقط لكل وحدة من الاستهلاك بين 1 إلى 3000 وحدة، وتحسب 9 فلس لثاني شريحة من الاستهلاك بين 3000 إلى 5000 وحدة، وتحسب 16 فلس لثالث شريحة من الاستهلاك فوق 5000 وحدة، بينما مثل ما ذكرت الكلفة الحقيقية 29 فلس. نعم. أي أن هناك فرق شاسع بين الكلفة الحقيقية للحكومة والتعرفة التي تحسبها على المواطن مراعاة للمواطنين. نعم. طيب دكتور، يعني هل لك أن تطلعنا على الاستراتيجيات التي يتبناها قطاع الكهرباء والماء لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام؟ نحن نسترشد في إعداد استراتيجيتنا بتوجيهات القيادة الرشيدة، والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الكهرباء والماء تصب في تحقيق توجيه الخطة الوطنية 2030، الرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي والخطة تشمل بعض المواضيع الآتية: مواصلة تعزيز تطوير وتعزيز البنية التحتية في ظل التطورات التي تشهدها مملكتنا الحبيبة من الناحية العمرانية والتجارية والاقتصادية، في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية وتشجيع مشاركة المرأة. ألو. نعم دكتور، تفضل. التأكد من استدامة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالي الكهرباء والماء، تلبية جميع الاحتياجات من الكهرباء والماء الحالية والمستقبلية، أخذين في الاعتبار المشاريع المستقبلية. نعم. تقليل عدد ومدة الانقطاعات، فمثلا خلال السنوات الخمس الماضية انخفض عدد الانقطاعات بنسبة 58%، وانخفضت مدة الانقطاعات بنسبة 68%، ولم تحدث أي انقطاعات في مناطق كثيرة من البحرين. نعم. خامسا، تعزيز التواصل مع المواطنين لتقديم أحسن الخدمات، وكذلك رفع كفاءة الطاقة ودعم فرص توسيعة نصيب الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر لتوليد الكهرباء وكمصدر لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. نعم. هناك كذلك نقوم بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل محطات الإنتاج والمحطات الفرعية للتأكد من استدامة خدمات الكهرباء والماء في الجودة المطلوبة،
وهناك إجراء الصيانة الوقائية والروتينية لكل الأجهزة والمعدات. نعم، يبدو أن هناك الكثير من الاستراتيجيات دكتور تتبنونها، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا. سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك.